التهديد بالحرب ولا شيء دون ذلك سيوقف إيران، قالها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل لنائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي التقاه على هامش مؤتمر لليهود الأمريكيين في نيو أورلينز الأمريكية. هكذا عكس نتنياهو جو إسرائيل النظام الضائق ذرعا بالدبلوماسية التي يرى أنها فشلت في الحد من خطر طهران. نتنياهو القادم إلى الولايات المتحدة في غياب رئيسها المسافر في آسيا يريد من واشنطن تهديدا ذا صدقية بحسب معاون له أبقى اسمه طي الكتمان، لأن طهران بذلك يتوقف سعيها للحصول على أسلحة نووية. تجاوب بايدن مع دعوة نتنياهو لم يكن بالحجم المتوقع من قبل الأخير، خاصة أنه يرى أن للعقوبات الأخيرة تأثير ملموس، لكنه في الإطار هاجم نظام طهران لعدم تجاوبه مع اقتراحات الرئيس باراك أوباما. ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في نيويورك، إلا أنه لن يتمكن من لقاء الرئيس باراك أوباما بسبب جولته الآسيوية التي لن تنتهي قبل أيام عشرة.